بعد طول انتظار اللجنة المشرفة على التحضير للحوار السياسي المرتقب في موريتانيا تدعو الأطراف السياسية للمشاركة في افتتاح أعمالها التحضيرية. الدعوة تأتي سابعة من تسمية الرئيس الموريتاني للوزير الأمين العام للرئاسة يحيى الأحمد الوقف رئيسا للجنة بعد فشل الفرقاء السياسيين أغلبية ومعارضة في اختيار شخصية توافقية تترأس لجنة الحوار. والتعثر الاتفاق على قيادة مشتركة بين الورقة معارضة وموالات، فطلبوا من خامة الجمهورية يسمي شخص يشرف على عمل هذه اللجنة التحضيرية، وسمى معالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحيى الأحمد الوقف للإشراف على عمل هذه اللجنة التحضيرية. هذه المرحلة اللي واصلة. التحرك الرسمي باتجاه استئناف المفاوضات حول الحوار الوطني توج في الساعات الماضية بلقاء رئيس لجنة الحوار برئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وممثلين عن أحزاب الأغلبية، كما يأتي وسط اتهامات لأحزاب في المعارضة الموريتانية لجهات داخل النظام بالوقوف وراء التأجيل المتكرر لإطلاق الحوار السياسي. بعد 6 أشهر من الانتظار ستجتمع غدا اللجنة المشكلة للحوار. هذه اللجنة إن نجحت في الانعقاد ستهددها مشاكل كبيرة، منها طبيعة المواضيع، جدولة المواضيع، ومنها أيضا الوضع المعيشي والوضع الدولي الضاغط وأولويات كل طرف سياسي في ظل قرب الانتخابات بعد سنة من الآن. مع التقدم الحاصل باتجاه التحضير للحوار وحسم الشخصية التي ستشرف عليه بتدخل من الرئيس الموريتاني، تكون كل المؤشرات توحي بقرب انعقاده لتتجاوز البلاد بذلك مرحلة سياسية طبعتها التجاذبات والاتهامات في النوايا بين الفرقاء. يحبس الموريتانيون أنفسهم في انتظار ما ستسفر عنه شمس السبت القادم، موعد أول اجتماع للجنة الحوار الوطني. يحذوهم الأمل في أن تنجح جهودها في جمع الفرقاء السياسيين على مائدة المفاوضات من جديد. محمد حيد، قناة الغد، واكشوب.